السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الدراري عندنا فكره جديده اللي غتكون في الدوري المغربي. اذا الخوت الفكره كالتالي، عندنا ليونيل ميسي الدراري، فهو عنده الاشاعات الخوت باللي غينتقل لشي فريق، اما الهلال ولا البارسا. لكن حنا الدراري في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نجيبوه للدوري المغربي ويلعب لجميع الانديه في الدوري المغربي ونشوف واش يقدر يحقق الالقاب مع النوادي ديال المغرب. فبلا ما نطول عليكم فكره اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وخليونا لي لايك ديالكم باش تقترح هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو بعد الانترو. لكن قبل ما نبداو الدراري، كيف العاده غنطلعوا التعليق ديالكم. عندنا اول ديديكاس لاحمد من سيدي سليمان، ديديكاس لك، وهنا ديديكاس ليونس من سالا، ديديكاس لك، وديديكاس هنا لياسين من ورزازا، ديديكاس لك كذلك، وديديكاس لعلي من اكادير. واي واحد الخوت بغى يطلع يخلي لي التعليق ديالو، ففي كل فيديو كنطلع 4 تعليق، فمرحبا بالكل. اذا كما كتشوفوا الخوت، اول فريق مغربي اللي غنبداو معاه اللي هو الرجاء العالمي الدراري. كما كتشوفوا غنجيبوا ليونيل ميسي يدوز معاهم موسم كامل، ونشوفوا الخوت شحال يقدر يحقق ديال الالقاب. اذا ما علينا الا ندخل مباشره. اذا كما كتشوفوا الخوت، كنتواجدوا الان في التدريب ديال الرجاء، وغنجيبوا الخوت الصفقه الاسطوريه اللي هو ليونيل ميسي. ما علينا الا نمشيو مفاوضات مباشره وغنديروا بحث الخوت على اللاعب. اذا كما كتشوفوا الخوت، هذا هو ليونيل ميسي، كاين الان مع باريس سان جيرمان الخوت، لكن حنا غنجيبوه للرجاء. اذا ما علينا الا نبداو مع الدراري مفاوضات الانتقال لمده سنه فقط، رسوم الانتقال كذلك، خيارات اولية شراء، رسوم الراتب. اذا الراتب السنوي اوكي، اذا غنديروا الخوت اوكي، ونستناو الرد ديال ليونيل ميسي باش ينضم الكتيبه ديال الرجاء. اذا كما كتشوف الخوت، جانا الرد مباشره من ليونيل ميسي. اذا ما علينا الا نتفاوضوا الخوت، نشوفوا هكا نمشيو المفاوضات. اذا فريق اخر كما كتشوفوا هنا الرد ديال ليونيل، فهو قبل باش يجي للرجاء باش يدوز معهم هذا الموسم هذا مبلغ الدراري كما كتشوفوا الخوت، مليار دولار كما كتشوفوا الدراري. اذا صفقه اسطوريه للفريق الرجاوي. اذا نشوفوا الدراري شحال يقدر يحقق الالقاب مع الرجاء هذا الموسم. كما كتشوفوا الخوت، هذا هو ليونيل ميسي الدراري، كيتجه مباشره الاداره ديال فريق الرجاء باش يمضي معهم هذا العقد هذا اللي كيتجاوز الدراري موسم واحد فقط، نشوفوا واش يقدر يحقق الالقاب مع النادي الاخضر. اذا هذا هو ليونيل ميسي الدراري ورئيس النادي. كان الخوت هذا هو ليو، كما كتشوفوا كيعبر على السرور ديالو بالانضمام لفريق الرجاء باش يدوز معهم هذا الموسم هذا مع رئيس النادي كما كتشوفوا. اذا مرحبا اهلا بكم، انا اليوم اشعر بالاثاره لابدا هذا الفصل الجديد في حياتي. اذا هذا هو اليوم، شكرا جزيلا للمشجعين على ترحيبهم في فصل التاريخ جميعا. اذا دابا الخوت، غنمشيو ديريكت للخطه، نحاولوا نجيبوا ليونيل ميسي للتشكيله ديال الرجاء. اذا نحطوه في المكان ديال، نخليه في المكان ديال الحافي ديال الدراري، هنا يلعب جناح الايرويف. اذا الطاقه ديال الفريق تبحث 72 بالانضمام ديال ليو ميسي لهذه التشكيله ديال الرجاء. دابا غنمشيو للخط مباشره، نتجهوا للجدول، نحاولوا الدراري نتخطاو الموسم كامل ونشوفوا شحال يقدر يحقق الالقاب مع فريق الرجاء الدراري بعد انضمام ميسي. اذا غنتخطى ومن بعد نرجع لكم. اذا الخط، بعد ما تخطينا الموسم كامل كما كتشوفوا الدراري، اخر مباراه اللي كانت ديال الرجاء فهي خسرات بديربي 3-1 مع الوداد كما كتشوفوا. اذا غنمشيو المنافسات. اذا اول حاجه الخط، الدوري المغربي، نشوف واش حقق اللقب ديال الدوري المغربي. للاسف الخط حقق المركز الخامس الدراري مع ليونيل ميسي، 56 نقطه للرجاء. الوداد هي اللي توجت بهذا الدوري هذا، 70 نقطه. نشوفوا الدراري شحال ماركا ليونيل ميسي. اذا كما كتشوف الخط، ميسي ماركا 17 لهدف، جاف 3 الدراري هنا تصنيف الهدافين. دابا غنشوفوا الخط كاس العرش كما كتشوفوا، نشوفوا المباريات. اذا الخط للاسف خسر النهائي امام الوداد بنتيجه ديال 1-0، لحد الان ما حقق حتى لقب مع فريق الرجاء. اذا كما كتشوفوا الخط هكا تصنيف الهدافين، شوفوا شحال ماركا. اذا ليونيل ميسي ماركا 2 الاهداف فقط في كاس العرش الدراري. اما الخط البطوله اخرى اللي هو تشامبيونز ليغ، نشوفوا الدراري واش حقق اللقب مع الرجاء. اذا غنمشيو هكا المرحله التصفيات. اذا الخط، الوداد هي اللي كتوج بالدوري الابطال بالنتيجه ديال 4-1 مجموع الذهاب والاياب. اذا الرجاء ما كايناش في النصف كما كتشوفوا، نشوفوا الربع كذلك ما كايناش في الربع. الخط غندوزو مباشره للدور 16، نشوفوا واش كاينه الرجاء. اذا هذا هو الدور 16 الخط، فهي الرجاء الدراري تقصت مع الدور هذا مع ليونيل ميسي، فما حقق معهم حتى لقب الدراري مع النادي الاخر. اذا الدراري كما كتشوفوا هنا، المسيره ديال ليو ميسي مع الرجاء ما حقق حتى لقب. دابا غنتجهوا النادي اخر اللي هو الوداد. اذا الدراري حنا دابا انا الدراري في الوداد، فغنجيبوا ليونيل ميسي كذلك باش يدوز معهم الموسم كامل، فما علينا الا نتجه مباشره. اذا الخوت كما كتشوفوا، احنا الان غندربوا الوداد الدراري، وخصنا الصفقه الاسطوريه اللي هو ليونيل ميسي، فغنمشيو ديريكت للمفاوضات ونديروا بواحد متقدم على اللاعب. اذا هذا هو اللي هو الدراري مع باريس سان جيرمان، فغنجيبوه للوداد كذلك، نحاولوا نطبعوا مع الدراري عام واحد فقط. اذا رسوم الانتقال الراتب السنوي، اوكي الدراري، ونستناو الرد ديال ليونيل ميسي باش ينضم للوداد.
اذا نخرج انا الراد مباشره كما كتشوفوا ديال ليونيل ميسي، غنمشيو ديريكت لخصم المفاوضات ونشوفوا فريق اخر ونشوفوا الراد ديال ليونيل ميسي نديرو اوكي هكا كما كتشوفوا. اذا قبول الشروط فهو قبل باش يجي للوداد الدراري مبلغ ديال مليار و800 الف دولار الدراري. اذا هذا هو اللي الخوت كينضم للوداد، اذا هذا هو اللي الخوت كما كتشوفوا جا التدريب ديال الوداد باش ينضم معهم هذا الموسم هذا، ونتمنوا يحقق الالقاب الدراري. ما الخوت دوز موسم كامل مع الرجاء فما حقق حتى لقب، جا الان على الدور مع الوداد باش يحقق شي لقب الدراري. اذا هذا هو اللي مع غوارديولا، اذا الصفقه تمت بنجاح كما كتشوفوا. اذا دابا الخطه نمشيو ديريكت الخطه ديال الوداد كيف العاده الدراري، ونجيبوا ليو ميسي ونحطوه في التشكيله ديال الوداد هنا في المكان ديال المصوفة. الخطه ديال الفريق 51 صفحه 60 بعد انضمام ليونيل ميسي كما كتشوفوا الكاتبه ديال الوداد. فغنخرجوا مباشره الدراري ونمشيو للجدول مباشره، نحاولوا نتخطاو الموسم كامل الدراري. اذا كما كتشوفوا نحاولوا نتخطاو الموسم كامل، من بعد ارجع ليكم ونشوفوا ليونيل ميسي واش قادر الدراري يحقق الالقاب مع الوداد. فبعد ما الدراري تخطينا الموسم كامل كما كتشوفوا كانت اخر مباراه ديال الوداد مع المغرب تيتواني فهي تغلبات بواحد الصفر. دابا غنمشيو ديريكت الدراري ونشوفوا المنافسات، نشوفوا واش قدر يحقق شي لقب مع الوداد. اذا نمشيو ديريكت الدراري. اذا اول حاجه الخوت الدوري المغربي، للاسف الدراري فهو ما حققش الدوري المغربي، فجا في المركز الثاني مع الوداد، ودفاع الحسن الجديدي اللي حقق الدوري المغربي. اذا اللقب الاول الدراري فات على ليون، غنشوفوا الدراري شحال ماركا مع الوداد. اذا الخوت اليوم ميسي ماركا 19 الهدف مع الوداد، مع الرجاء ماركا 17 الهدف. اذا غنشوفوا الخوت الان كاس العرش، نشوفوا المباريات واش حقق شي لقب. للاسف الدراري فهو ما حققش لقب مع الوداد كما كتشوفوا هنا في كاس العرش، فهنا الخوت مولوديه وجده هي اللي دات كاس العرش، والوداد الدراري تقصد في الدور الثاني الدراري دور الربع مع الفتح الرباطي بواحد لصفر. اذا نشوف الدراري شحال ماركا هاد الاهداف كما كتشوفوا هنا، اليوم ميسي ماركا هدف واحد فقط علما ان تقصاو من ربع النهائي. اما هنا الدراري دوري الابطال نشوف واش حقق اللقب مع الوداد. اذا كما كتشوفوا الدراري للاسف ما حققش اللقب النصري هي اللي دات دوري الابطال، نشوف واش كاينه في النصف كذلك ما كايناش في النصف الدراري، والربع كذلك ما كايناش الوداد في الربع. فاذا الخط تقصاو من دور هنا كما كتشوفوا من دور 16، اذا تقصت الوداد الدراري من دور 16 مع ليونيل ميسي نفس المسيره اللي دوزها مع الرجاء الدراري. اذا الخوت دابا سالينا مع الوداد فغنتجهوا مباشره لفريق اخر اللي هو الجيش الملكي. اذا الخوت كما كتشوفوا كنتواجدوا الان باش نختاروا الجيش الملكي ونجيبوا ليو ميسي كذلك يدوز معهم عام واحد فقط. اذا ما علينا الا ندخل مباشره. اذا كما كتشوفوا الخوت الان كنتواجدوا في تدريب الجيش الملكي، وغادي نجيبوا الدراري الصفقه الاسطوريه اللي هو ليو ميسي، فغنمشيو ديريكت للمفاوضات ونعيب. اذا هذا هو اللي هو الدراري كما كتشوفوا هنا غنحاولوا نتفاوضوا معاه باش يجي للجيش الملكي كذلك يدوز معهم موسم واحد. اذا كما كتشوفوا الخوت هنا رسوم الانتقال، خيرة اوليو تشيرا رسوم الانتقال كذلك الراتب السنوي، غنديروا اوكيز نورات ديال ليو ميسي باش ينضم للجيش الملكي يدوز معهم سنه فقط. اذا غنخرج مباشره، اذا نخرج الرد مباشره ديال ليو ميسي، نحاولوا نمشيو مباشره. اذا غنمشيو الخوت هكا للمفاوضات ونشوفوا الرد ديال ليونيل ميسي واش قبل يجي للجيش الملكي. اذا هذا هو ليو قبول الشروط فهو قبل الدراري باش ينضم للجيش الملكي باش يدوز معهم هذا الموسم هذا. اذا الخوت دوز الموسم مع الرجاء وكذلك دوزوا مع الوداد فما حقق حتى لقب. اذا هذا هو اللي هو الدراري كما كتشوفوا هنا كيستضاف مباشره هنا في الندوه الصحفيه باش يمضي العقد مع الجيش الملكي يدوز معهم هذا الموسم هذا موسم كامل الدراري في الدوري المغربي. اذا اللي هو الدراري لحد الان ما حقق حتى لقب مع الرجاء ولا مع الوداد، فجا الدور الدراري مع الجيش الملكي نتمنوا له حقق شي لقب. اذا هذا هو اللي هو الدراري رئيس النادي ديال الجيش الملكي كيمضيو الصفقه كما كتشوفوا هنا الانضمام الرسمي ليونيل ميسي للجيش الملكي. اذا هذا هو اللي هو الدراري، مرحبا بكم، انا ميسي الدراري اشعر بالحماس الشديد لانضمامي الى هذا النادي. اذا هذا هو اللي هو الدراري البولكا كما كتشوفوا مع التوني ديال الجيش الملكي. اذا الخط اللي حدنا نمشيو ديريكت هكا الخطه اللاعب، نجيبوا ليونيل ميسي وندخلوا في التشكيله ديال الجيش الملكي. اذا صبح الطاقه ديال الفريق هنا 50 كما كتشوفوا الدراري بعد الانضمام ديال ليونيل ميسي. اذا كيف العاده الدراري غنخرجوا مباشره ونمشيو للجدول ديالنا، نحاولوا الدراري نتخطاو الموسم كامل ونشوفوا واش يقدر يحقق شي لقب مع النادي العسكري الجيش الملكي. اذا غنتخطى ومن بعد رجع ليكم. اذا الخط بعد ما تخطينا الموسم كامل، اخر مباراه كانت ديال الجيش الملكي فهي خسرت مع الدفاع الحسني الجديدي ب 3-1. دابا غنمشيو ديريكت للمنافسات ونشوف واش حقق شي لقب مع النادي العسكري. اذا اول حاجه الدوري المغربي الدراري هكا، للاسف الخط حقق معاهم المركز 12 في الدوري المغربي. لحد الان الدراري مقدم الدراري موسم كارثي صراحه الدراري في الدوري المغربي. اذا المركز 12 للجيش الملكي كما كتشوفوا هنا حقق مع الجيش الملكي. دابا غنشوفوا شحال ماركا الخط معاهم
الدوري المغربي. اذا ليون ميسي الدراري ماركا 8 الاهداف فقط الموسم الدراري هذا الموسم هذا موسم الخوت كما كتشوفوا صفري بالنسبه ليونيل. غنمشيو ديريكت الدراري هكا لكاس العرش نشوفوا واش حقق معاهم اللقب ديال كاس العرش. للاسف الدراري فهو ما حققش اللقب ديال كاس العرش فهو تقصى من دور الدراري كما كتشوفوا هنا دور الربع النهائي مع سبورتينغ المحمديه بنتيجه ديال 1-0. اذا نشوفوا الدراري شحال ماركا هنا مع الجيش الملكي في كاس العرش. اذا الخوت ليونيل ميسي ماركا جوج الاهداف فقط هنا في كاس العرش لعب جوج المباريات. اذا الخوت دابا سالينا مع الجيش الملكي فغنتجهوا لفريق اخر اللي هو اتحاد طنجه. اذا الدراري كنتواجدوا الان في اتحاد طنجه الدراري نادي البوغاس كما كتشوفوا نحاولوا نجيبوا لهم ليونيل ميسي كذلك يدوز معهم هذا الموسم هذا ونشوف واش حقق معهم شي لقب. اذا غندخلوا مباشره. اذا الدراري كنتواجدوا هنا الان في التدريب ديال اتحاد طنجه وغنمشيو ديريكت نجيبوا الصفقه ديالنا الاسطوريه اللي هو ليونيل ميسي. نتمنى لو يحقق شي لقب لحد الان ما حققش هذا هو اللي هو الدراري البول كنحاولوا نتعاقدوا معه كذلك باش يجي الفريق ديالنا اتحاد طنجة. اذا نطلبوا سنه فقط رسوم الانتقال خيرة اولياء الشراء رسوم الانتقال كذلك الرتيب السنوي نديرو اوكي نستناو الرد ديال بولكا ليونيل ميسي. اذا جرد الخط مباشره ديال ليونيل ميسي كما كتشوفوا هنا. اذا الخط غنمشيو ديريكت هكا هذا هو الرد ديال ليونيل ميسي قبول الشروط فهو قبل يجي الاتحاد طنجة الدراري مبلغ ديال 632,000 دولار الدراري باش يدوز معاهم هذا الموسم هذا كامل. اذا هذا هو اللي هو الدراري كيتجه مباشره هنا الخط المركز التدريبات ديال اتحاد طنجة باش يمضي معاهم هذا العقد هذا اللي غيجمعوا موسم واحد فقط مع نادي اتحاد طنجة. وبيب غوارديولا دائما الدراري في الجانب ديالو كما كتشوفوا مدرب. اذا هذا هو اللي هو الخط بيب غوارديولا اتحاد طنجة باش يدوز والدراري هذا العام هذا. اذا الخط كما كتشوفوا ليونيل ميسي مع القميص ديال اتحاد طنجة. دابا غنمشيو ديريكت لخطه اللاعب ديالنا ونحاولوا نجيبوا ليونيل ميسي الدراري للتشكيله. اذا غنمشيو ديريكت انا اداره الفريق نديروا خطه اللاعب نحاولوا الدراري ندخلوا ليونيل ميسي اللي هو هذا الدراري غندخلوا مباشره باش يلعب الدراري في هذا المركز. وصبحت الطاقه ديال الفريق 63. اذا غنخرجوا مباشره كيف العاده الدراري ونتخطوا الموسم كامل نشوف واش يقدر يحقق شي ألقاب مع اتحاد طنجة. اذا نمشيو للجدول. اذا نحاول الدراري نتخطى الموسم كامل من بعد ارجع لكم. اذا الخط بعد ما تخطينا الموسم كامل كانت اخر مباراه ديال اتحاد طنجة مع المغرب باسي فهي تفوقات بالنتيجه ديال 3-1. دابا نمشيو نشوفوا الدراري النتيجه. اذا كما كتشوف اول حاجه الدوري المغربي الخط هنا حقق المركز الرابع مع اتحاد طنجة بتنقيط ديال 55 فما حققش الدوري المغربي اول لقب ضاع على ليونيل ميسي. اذا غنمشيو ديريكت الدراري الان نشوفوا التصنيف الهدافي نشوفوا شحال ماركا مع اتحاد طنجة. اذا ماركا 17 الهدف الدراري واحمد حمود رجع لاتحاد طنجة وماركا 20 هدف كما كتشوفوا الهدف ديال الدوري المغربي. فاليوم ميسي جا في المركز الثاني ب 17 الهدف. اذا هذا ما التصنيف الهدافي للدوري المغربي. دابا الخطه نشوفوا كاس العرش واش حقق هذا اللقب هذا. اذا غنديروا المباريات. اذا الوداد هي اللي كتفوز بهذا اللقب هذا ديال كاس العرش. اما اتحاد طنجة فهي تقصت من دور 16 الدراري مع بركان بالنتيجه ديال 1-0. اذا الخط كما كتشوفوا هنا سالينا مع اتحاد طنجة فحتى لهنا الدراري غنسالي الفيديو ديالي. فإلا لقيت تفاعل الخط على هذه الحلقه غادي نحاول نحط لكم الجزء الثاني ويكونوا فرق مغربيه اخرين. فحتى لهنا كنشكركم على المشاهده ديالكم. الله.